معانا النهارده في حلقتنا الخاصه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي واحد من نجوم النادي الاهلي العاشقين للفانيله الحمراء. مش بس كده، ده حب الكيان بيجري في دمه من وهو صغير ولحد ما بقى شاب. والسنه دي حصل الحلم مع مستر بيتسو موسيماني، الحلم اللي هو بيحلم بيه من وهو طفل صغير، وهو انضمامه للفريق الاول. ده كمان بقى لاعب اساسي في عده مباريات متتاليه، والجمهور حفظه وكمان حبوه، وبقى عارفين ان احنا عندنا لعيب في وسط الملعب وفي الخط الخلفي، خيار استراتيجي للمستقبل. معانا النهارده في لقاء خاص جدا كابتن احمد نبيل كوكا، واللي عرف طريقه للفريق الاول بكل ثقه. هنتكلم النهارده معاه في الحلقه عن موضوعات كتيره جدا، سواء بره او جوه الملعب. هيكلمنا كمان عن حاجات واسرار محدش يعرفها عنه، وهنعرفها النهارده لاول مره، وكمان الجمهور هيعرفها معانا النهارده لاول مره. كمان هنتكلم معاه عن احلامه وطموحاته خلال الفتره اللي جايه. كابتن احمد نبيل كوكا كمان هيكلمنا عن اكتر مركز بيحب يلعب فيه، وكمان هنعرف منه علاقته باهله وكمان المحيطين بيه وتاثيرهم على مشواره لحد دلوقتي. نرحب بيك يا كابتن احمد. اهلا بيكي، ومبسوط ان انا معاكي في بيتي قناه النادي الاهلي. عايزين نعرف بقى كده، نبتدي معاك من الاول، يعني من ساعه لما بدات، بس في الاول كده عايزين نعرف كوكا جاي منين. انا كوكا، انا قلت قبل كده ان انا كوكا طلع عليا والدي، بس انا مش عارف كان ايه السبب بصراحه، بس يعني كان والدي اللي طلع عليا وانا صغير. انا طلعت لقيت نفسي كوكا. ما قالكش مثلا السبب ان هو سماك كوكا ليه؟ لا لا، هو قال لي كان اسم، كان ساعتها كان حد، كان موضه يعني، كانت حاجه كده يعني، بس كان انا بحب الاسم ده بصراحه. عايز اعرف بقى، انت شايف ازاي مشوارك من ساعه لما بدات في النادي الاهلي، من ساعه الناشئين ولحد لما كمان انضميت للفريق الاول في شهر نوفمبر 2020؟ هو انا بصراحه يعني، انا بالنسبه لي انا مبسوط جدا، لان انا تعبت الفتره اللي فاتت كتير. بدات من الصفر، طلعت من ناشئين النادي الاهلي، خدتها مرحله مرحله. انا بدات من وانا بره السكور في فرقه خالص، بدات واحده واحده، بدات ان انا ادخل السكور، بدات ده الكلام ده في الناشئين، بدات ان انا العب اساسي، ثبت رجلي. خلال السنتين اللي فاتوا دول بدات اتعرف اكتر، فخدتها واحده واحده يعني، والحمد لله ربنا كرمني يعني. نزل مشوار، انا لسه 19 سنه، لسه بالنسبه لي انا مش مبسوط، لان انا لسه ما عملتش اي حاجه في حياتي، ولا عملت حاجه تحطني في مكان عاليه، فبسعى لده خلال الفتره اللي جايه، وربنا يكرمني يعني ان شاء الله. دايما طبعا يعني اي ناشئ بيبقى حلم ليه ان هو ينضم للفريق الاول، بيبقى فيه نجوم كتير، ففكره انك انت برضو تنضم للفريق الاول، ويعني اول دخولك برضو مع النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في الفريق، وكمان خاصه ان انت بتلعب في مركز غير مركزك، يعني انت اصلا بتلعب في خط وسط وانت بتلعب باك ليفت، فيعني الموضوع ده عامل معاك ايه؟ ما بالظبط زي ما انت ما بتقولي، احنا في مكان اي حد يحلم يكون موجود فيه يعني. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، فدي اكيد بتحط عليا ضغط ان انا لعيب ناشئ، ربنا كرمني وحطني في مكانه كويسه، دي بتحط اكيد عليا ضغط، وان انا اكون كويس، ان انا دايما اطور من نفسي، فده اللي انا بحاول اعمله، ده اللي انا بحاول اسعى له. النقطه الثانيه ان انا بلعب في مركز غير مركزي، ده كان ظروف اتحطيت فيها، فده الواقع، وده الاكيد لازم اسعى له، ان انا اكون جاهز في اي وقت ان انا العب في اي مكان، وده اللي احنا متعودين عليه من صغرنا هنا في النادي الاهلي، والحمد لله ربنا يعني كرمني وقدرت اكون ظهرت بشكل كويس يعني، الحمد لله. طيب كابتن احمد، انت بتلعب مكان يعني علي معلول، علي معلول ده معشوق الجماهير والناس كلها بتحبه جدا، فده اكيد يعني عامل عليك مسؤوليه كبيره. عايزه برضو اعرف منك اذا كنت انت اتكلمت معاه، استفدت منه حاجه يعني في الموضوع ده. هو انا من قبل ما كابتن علي معلول يتصاب، انا كنت دايما عشان انا شوال، فكنت ساعات بروح اعمل معاه كروسات، ساعات بلعب ناحيه الشمال، عشان انا شوال دي مساعداني شويه ان انا بلعب ناحيه الشمال كمان في الباك ليفت، فاكيد اتكلمت معاه كتير جدا، وهو كان لما كنت بروح اعمل معاه كروسات كان بيساعدني في النقطه دي بالذات، يعني ان انا ازاي اطلع كروس من الرجل، ازاي اتقنه بشكل كويس، فاتكلمت معاه كتير جدا حتى لما اتصاب، وكان هو كان بيتابع معايا دايما، وكان بيبارك لي بعد كل ماتش. فحته ان انا بلعب مع مكان كابتن علي معلول دي اكيد حط الضغط عليا، واكيد ان انا ده كمان مكان مش مكاني، حط الضغط اكتر عليا، بس خلاص انا في امر واقع، لازم اشتغل على ده، لازم اظهر بشكل كويس، لان ده شبه الزور الاول ليا، لازم زي ما بيقولوا الزور الاول ليك ده بيدوم يعني، انت خلاص هو دي فكره بتتاخد عنك، لازم تظهر بشكل كويس بس. فالحمد لله ربنا كرمني. الحمد لله. فكرة انك انت برضو كنت داخل على يعني اللعيبة، يمكن في فرق سن،
في ناس الفرق بينك وبينهم مش كبير، بس في فرق برضو بينك وبين لعيبة تانية. ده كان بالنسبة لك حاجة صعبة في التعامل؟ كنت بتلاقي صعوبة في التعامل معاهم، ولا بالنسبة لك بالعكس كنت بتستفيد من خبراتهم؟ بالعكس خالص، حتى يعني كابتن شناوي يعني أكبر يعني كابتن الفريق، هو دايما كلمة بيقولها، الصغير هنحترمه أكتر من الكبير، لأن كلنا مع كل واحد هنا في النادي الأهلي ما فرق سن، كله بيحترم بعض، ما فيش فرق سن، ده كبير ده صغير، كله يعني الكبير بيحترم الصغير والصغير بيحترم الكبير، ده في الناشئين في الفريق الأول، ده سيستم ماشيين بيه كلنا بيه هنا، فدي ساعدتني كتير جدا، وهم كمان ساعدوني يعني من أول ما طلعنا كل اللعيبه دايما بيقربوا من اللعيبه الصغيره، حتى انا طلعت تلاقي دايما اكبر لعيبه تيجي مثلا في المربعات معانا، الحاجات البسيطه دي فبتساعدنا، فلا كله هنا بيساعدنا كتير جدا، اي حد مش انا بس، اي ناشئ بيطلع تحت كل اللعيبه الكبيره بتساعده. لو اخترنا حد في الفريق ممكن تقول ان انت ده اكتر حد استفدت منه، او اكتر حد قال لك مثلا حاجه اثرت فيك او اثرت في مستوى لعبك؟ هو بصراحه انا لما طلعت، انا طلعت مع كذا حد، فشبه اللعيبه كلها كانت بتحاول تساعدنا، يعني شبه اللعيبه كلها كانت بتتكلم معانا، لكن الفتره اللي انا اتحطيت فيها وانا موجود وانا بلعب دي بصراحه يعني انا بشكر قفشه جدا، قفشه ومحمود كهربا، ولا ساعدوني كتير، وقفشه بالذات كان بيتكلم معايا كتير جدا، فانا بشكره جدا بصراحه، يعني من اكتر اللعيبه كانت بتتكلم معايا هو محمود كهربا في النقطه دي، فكانوا بيساعدوني كتير جدا قبل الماتش وبعد الماتش، كانوا بيتكلموا معايا في كل حاجه بصراحه يعني. طيب مين اول حد ادالك نصيحه اول ما تصعدت الفريق الاول؟ اول حد كان كابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان وبرده كهربا، يعني كهربا كنت في نص الملعب كده، ودي حاجه انا حطيتها في دماغي ان شاء الله هتحصل باذن الله، قال لي انت عشان اشول فمختلف، فقليل قوي لما تلاقي فيندر رقم 6 او 8 اشول، فقال لي باذن الله ان انت هتكون في السنين الجايه دي هتكون من احسن لعيبه في مصر. كابتن سامي مصن ده بالنسبه لي ده جندي مجهول هنا، يعني قليل قوي لما تلاقي حد محترم وشاطر جدا ومحبوب، كابتن سامي مصن بيساعد كل الناس هنا، من لعيبه كبيره لعيبه صغيره كلنا لما بنطلع بيساعدنا، وهو على فكره من الاسباب ان انا العب باك ليفت، فانا بشكره جدا بصراحه، انا بعتبره زي والدي. طيب ده على مستوى اللعيبه والمدربين، اول بقى ما تصعدت عامه للفريق الاول رد فعل صحابك وعيلتك ويعني كل الناس اصلا القريبه منك؟ هو حته صحابي ده انا مش ماليش صحاب كتير، لكن ليا شويه كده بقعد معاهم قريبين مني جدا من وانا في الناشئين دايما، حتى وانا قابلت شويه صعوبات في الحته دي وانا صغير، لان انا كنت بطلع بره السكور، اهلي منطقتي اللي هو انت ايه ما بتلعبش ليه، الحاجات دي كانت بتحط عليا شويه ضغوط كده، لكن الحمد لله يعني كنت دايما ببقى متضايق، لكن ببقى دايما حاطط دافع ليا لازم العب، انا ليه ما بلعبش، كنت دايما بفكر في ليه ما بلعبش دي، فالحمد لله ربنا كرمني، وانا مش عايز اقول لك دلوقتي هم يعني مبسوطين بيا ازاي، وده حاجه دي حاجه حطت عليا ضغط اكتر ودافع اكتر ان انا دايما اخليهم مبسوطين، لان هم ناس تستاهل كل خير بصراحه، اصحابي ناس محترمه وانا بحبهم جدا وقريب منهم جدا يعني، فانا بشكرهم وان شاء الله اكون عندي حسن ظنهم يعني الفتره الجايه. اهلك بقى اتكلموا معاك ازاي اول ما انت انضميت للفريق الاول؟ انا عيلتي كلها اهلاويه، فدي بالنسبه لهم بقى كانت حاجه اكبر، يعني ان احنا اصلا كلنا وانا منهم وانا صغير بنشجع النادي، بنروح الاستاد، بنروح المدرج، ففكره ان انت ابنهم موجود في الملعب كمان مع النادي اللي بتشجعه، فدي كانت حاجه كويسه ليهم جدا، وانا انا انا قريب من اهلي قوي يعني جدا فوق ما تتخيل، يعني انا قريب من اهلي قوي، دايما بحاول اسعى ان انا ابسطهم وبس، يعني انا ما ببقاش عايز حاجه من الدنيا ان انا غير ان انا ابسط اهلي مبسوطين كده انا هبقى مبسوط، فانا مبسوط ان انا يعني الفتره اللي فاتت دي كنت عند حسن ظنهم، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اكون اكتر بكتير باذن الله، وربنا يخليهم ليا ان شاء الله. ان شاء الله. الحاجه اللي ما كانتش موجوده في احمد نبيل كوكا وبقت موجوده بعد لما اتعامل مع مستر بيتسو موسيماني، او حاجه اضافها ليه؟ هو مستر بيتسو بصراحه اتكلم معايا في حاجات كتير جدا من اول ما طلعت، هو كذا حاجة بصراحة اتكلم معايا فيها، لأن أنا أول ما طلعت أنا ما فيش 15 يوم وشاركت أساسي في ماتش أبو قير في الكاس، فدي بصراحة حطت ثقة كبيرة فيا، إن بصراحة الراجل كان واثق فيا جدا، بيتكلم معايا في كل حاجة، كل تمرينة أول ما طلعت كان بيتكلم معايا، كان يقول لي خد الفيديو اتفرج إيه اللي ناقصك، إيه زود دي اعمل دي، وحاجات كتير جدا بصراحة، فأنا بشكره إن هو من سبب من أسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون موجود هنا، لأن أنا طلعت مع 12 لعيب
فالحمد لله ان انا ربنا كرمني، وهو كان صراحة من اسباب ان انا اكون موجود يعني في الفريق الاول واستمر، فانا بشكره جدا يعني. هاخد من كلامك يعني بعد ما انت شاركت اساسي في كذا ماتش، يعني ماتشات مهمه جدا وهو وضع الثقه دي فيك، قيمه الفريق الاول بالنسبه لك انت شايفها ازاي؟ اكيد حاجه كبيره جدا في الاول وفي الاخر انا حاسس بيها، لان انا موجود هنا. انا في الاول كنت مثلا في الناشئين او مشجع، اكيد حاسس بقيمه النادي الاهلي، لكن ان انت تكون موجود فيها لا. انا كنت في الناشئين مثلا، ممكن تصرفاتي مختلفه. لما طلعت هنا اخي لازم تخلي بالك من حاجات ممكن ما كنتش كنت واخد بالك منها، لا غيرت من حياتي 180 درجه هنا. الفريق الاول خليتني اخد من كل تفصيله في حياتي اركز فيها، لان لازم اكون شبههم. هنا انت تحت بتتعامل بحاجه وهنا بتتعامل بحاجه، لازم حياتك كلها تختلف 180 درجه، فبقيت اركز في كل تفصيله صغيره او كبيره بصراحه يعني. مين اول حد بلغك بقى ان انت اتصعدت الفريق الاول؟ وعايز اعرف بقى يعني كان ايه، مثلا الفيس تو فيس ولا كانت مكالمه، ولا عايز اعرف بالظبط التفاصيل. يا قصه صغيره كده انا كنت مبسوط بيها. كان في الاول، اول ما كابتن خالد بيبو مسكنا انا كنت بحبه جدا بصراحه، فانا نفسي اطلع الفريق الاول. فقلت له يا كابتن انا ايه، مش هطلع الفريق الاول، انا عايز اطلع الدرجه الاولى مش عارف ايه. قال لي، كنا في اول الموسم، قال لي اشتغل وان شاء الله ربنا يكرمك، بس ده بشغلك. ففعلا انا بدانا الموسم واشتغلت كويس جدا وعملت موسم كويس، وكان كمان وقتها منتخب، كان عندنا منتخب في تونس، رحت المنتخب ظهرت بشكل كويس برضو. فبس بالليل جه في يوم كده بالليل لقيت برضو كابتن خالد بيبو بيتصل بيا، قال لي انت بكره مع الفريق الاول. فدي بقى انا مكالمه مستنيها من وانا عندي 8 سنين يعني. انت 8 سنين خلاص 18 19 سنه، كل ده بتشتغل عشان المكالمه دي، اللي هو انت هتطلع الفريق الاول هتتمرن فوق عشان تثبت نفسك بس. فدي كانت من اسعد المكالمات في حياتي بقى وفي بيتنا عامه يعني. وانا بصراحه انا بشكر كابتن خالد بيبو، لان مش انا بس، احنا اكيد كل مصر واخده بالها قطاع السنه دي عامل ازاي، وهنا كام لعيب اتصعد بال 12 13 لعيب كنا بنتصعد. فدي تحسب بصراحه لكل الناس اللي شغاله تحت، وانا بشكر كابتن خالد بيبو جدا بصراحه، اللي هو بيتيح لنا الفرصه ان كل الناس بتاخد فرصه هنا في الفريق الاول. طبعا يعني الغيره في اي مجال موجوده، يعني طبعا كل الناس برضو بيبقى نفسها في الناشئين ان هم يتصعدوا فريق اول. هل حسيت ان في حد اتضايق ان كوكا تصعد فريق اول وهو لا مثلا، ولا بالنسبه لهم هم برضو بيعملوا اللي عليهم علشان يحصلوه؟ اكيد ما اظنش احنا في فرقتنا بالذات في 2001 كلنا بنحب بعض، ودي فرقه من اقوى الفرق في قطاع الناشئين على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وده اللي منجحنا. احنا كنا بناخد الدوري من قبل ما يخلص بسبع اسابيع. اكيد كل واحد عايز يكون موجود هنا، لكن مش ده اللي يخليني ما احبش الخير لحد. فقال في الاخر انت مش هتحب الخير ليه، ربنا عمره اكيد ما هيكرمك بس. فاحنا فرقتنا بصراحه تحت ما اظنش ان في حد في القطاع كده، لان انا كان قبلي ناس بيرضوا زمايلي اكيد لازم اتمنى لهم الخير، فربنا كرمني. فمش شايف ان مش في الكوره بس، مش شايف ان ده سبب معين يخليك تكره الخير لحد. ربنا مقسم الارزاق على كل الناس يعني بصراحه، انت رزقك مكتوب لك ايا كان بقى، هو ايه في الكوره في مجال تاني ملهاش علاقه، انت تتمنى الخير وقلبك ابيض كده وصافي، واكيد ربنا يكرمك ويعمل اللي عليك وسيبها على الله. ده انا بصراحه دي انا حاجه عايش بيها. اي حد ناجح انا بحس ان انا اللي ناجح، لان اكيد هو تعب، ربنا ما بيديش اي حد وخلاص، اكيد في سبب معين ان ربنا كرمه بسبب حاجه، بسبب اهله، بسبب ان هو تعب، ايا كان السبب ايه، فاكيد ربنا ليه حاجه معينه ان الشخص ده يكون ناجح. هنخرج فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كابتن احمد نبيل كوكا نجم النادي الاهلي الصاعد. كابتن احمد، عايزاك بقى تحكي لي اول مباراه شاركت فيها اساسي، اكيد يعني ليها معاك ذكريات كتير، ويعني اكيد كنت حاسس احساس مختلف خالص. اكيد اول مباراه ليا كانت في الكاس مع ابو قير الاسمده. فمن قبلها بكام يوم انا كان في برضه منتخب، وكان في كان في شويه ظروف كده حطتني ان انا اكون موجود. فمن التمارين من قبلها بيومين لقيت نفسي ان انا موجود في الفريق الاساسي، وانا لسه طالع ما بقاليش 10 ايام يعني. فالفكره بالنسبه لي كانت مختلفه شويه، وقبلها بيوم قبل الماتش لقيت برضو نفس الكلام موجود. لقيت كابتن سامي قمصان جاي بصراحه بيتكلم معايا، قال لي يا ابن المعزوزه ومش عارف ايه، ركز. بدا يفكني شويه كده، وخلاص انا اتحطيت في امر واقع ان انا اكون موجود بكره، وخلاص بقى بدات اركز، مش متنشن.
لا بدات اركز وافكر في الماتش كويس قوي، عمل كل اللي انا كنت بعمله ايام ماتشات الناشئين انا كنت بعمله بالليل، ما غيرتش حاجه، مش عايزه اللي هو تنشن اعمل اي حاجه تخلي شكلي وحش، لا انا بعمل حاجه بالليل كنت بعمل هي اي حاجه، كنت عايش حياتي بشكل طبيعي لكن بتركيز اكتر، وظهرت بشكل كويس يعني الحمد لله في الماتش ده وكسبنا، فكان ماتش عمري بصراحه ما انساه لان ده اول ماتش ليا مع النادي الاهلي. بعد الأداء فعلا اللي كل الناس يعني اتكلمت عليك يومها، عايزة أعرف بقى عامة الفيدباك اللي جالك والمكالمات وكل الناس. أول مباراة دي بالنسبة لك أكيد كان ليها طابع مختلف بالنسبة للناس أو ردود أفعال الناس عليها. انا جالي حاجات كتير جدا، جمهور النادي الاهلي وزمايلي واهلي وكل الناس، هم فجاه لقوا الموضوع ما كانش مسمع قوي ان حد طالع ولا كان في حد ناشئين، هم فجاه لقوا حد في الملعب كده، وده انا كنت مبسوط منه، دايما كنت انا عايز اطلع ايه اللي هو اطلع، انا عايز اطلع بادائي مش عايز اطلع بحد الصحفي يتكلم على اي حاجه تتكلم عليا، انا كنت برفض اي حد يقول لي عايزين نعرف الناس بيك ومش عارف ايه، دايما بقول له ان شاء الله نعرفهم في الملعب. فالفيدباك زي ما بتقولي كان حاجة كويسة جدا، وبالذات الفترة الأخيرة دي أنا مش متخيل كل الدعم ده من جمهور النادي الأهلي، فالحمد لله يعني، وبإذن الله أكون عند حسن ظنهم الفترة الجاية وإن شاء الله يكون تفاصيل أكتر بإذن الله يعني. طول عمرك يا كابتن احمد بتتكلم بتقول انا بموت نفسي في الملعب علشان انا لابس تيشرت الاهلي، فكرة انك انت تموت نفسك وبعد كده مثلا ممكن تقعد على دكة البدلاء فترة، انت بتتضايق ولا انت مش من نوع اللعيبة اللي بتتضايق لما تقعد وبتمسك في الفرصة لما تجيلها وفعلا بتموت نفسها حتى لو فضلت قاعدة على الدكة؟ بالظبط، النقطة دي نقطة كويسة جدا، انا دلوقتي في الفريق الاول، قعدت ما قعدتش انا مستحيل اعمل اي حاجة، انا زي ما بدأت معاكي في الكلام انا كنت في الناشئين بطلع بره السكور خالص، مستحيل اعمل مشكله، مستحيل حد يسمع صوتي ولا اي حاجه، لو في الاخر انا بشتغل وربنا اكيد هيكافئني، طالما انت بتشتغل وحاطط حاجه قدامك وبتعمل كل جهدك فيها اكيد ربنا يكرمك، فمستحيل اكون انا في الناشئين المحدش سامع عني حاجه انا ما بعملش مشكله اكيد اطلع هنا اقعد اعمل مشكله ولا اي حاجه، ده بالعكس حد بيجي من بره النادي الاهلي ما تسمعيش عنه حاجه، انا بقالي 13 سنه في النادي عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف القيم هنا عامله ازاي ومبادئنا عامله ازاي، فمستحيل طبعا انا بموت نفسي في التمارين قاعد بلعب ما بلعبش ما حدش، مستحيل حد يسمع ليا صوت. من وجهه نظرك سبب معاناه الاهلي في الدوري يعني في كذا مباراه يمكن كان في معاناه للاهلي وفي خساره في تعادل، وشايف من وجهه نظرك برضو ان التحكيم كان ليه دور في ده؟ في الاول في الاخر هي كذا حاجه يعني ما اقدرش اقول لك سبب معين لان هي كذا حاجه، الفتره اللي فاتت دي كان في اصابات وكان في عدم توفيق كبير جدا وضغط المباريات، انا كنت بالظبط اروح احط شنطتي ممكن اغير اي حاجه وارجع تاني معسكر، فاكيد كل ده ضغط مباريات على اللعيبه وكان في اصابات وكل 3 ايام ماتش، فبرضه مش عايز اتكلم صراحه في نقطه التحكيم دي ماليش علاقه بيها ولا حابب اتكلم فيها، لكن بصراحه كان في اكيد كذا سبب يعني، لكن في الاول في الاخر اللي ربنا رايده بيكون، والفتره اللي فاتت مش شايف ان كانت وحشه قوي بصراحه، مشينا كويس اكيد كان في دروب لكن قمنا على طول. العشرة يا أهلي حلم كل أهلاوي أكيد يعني، فأنت شايف مشوارنا لحد دلوقتي عامل إزاي وهل تقدر توعد الجمهور إن شاء الله العشرة يا أهلي السنة دي؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله البطولة العاشرة في أفريقيا إن شاء الله تكون من نصيبنا، أكيد بوعد جماهير الأهلي بإذن الله إن الفريق كله يعمل أقصى مجهود عنده، دايما لعيبة الأهلي شخصية الأهلي دايما بتبان في البطولات الكبيرة والماتشات الكبيرة، ماشيين خطوة خطوة ماشيين بشكل كويس جدا في بطولة أفريقيا، فالبطولات الأفريقية إحنا ماشيين فيها بشكل كويس ودي بطولات كبيرة ودايما شخصية الأهلي بتبان في الماتشات الكبيرة دي يعني، فإن شاء الله ربنا يكرمنا وناخد العاشرة بإذن الله إن شاء الله. أنت قلت في بداية كلامك أنك أنت علاقتك بأهلك قوية جدا وقريب منهم جدا وبتعمل كل حاجة عشان ترضيهم، دور الأهل عامة يعني، بس قبل بس ما أعرف دورهم أنا عايز أعرف يعني الأسرة كده متكونة من مين؟ أنا عندي والدي ووالدتي وعندي أخ وأخت حبيبة عاشور. أصغر ولا أكبر ولا إيه؟ عاشور الكبير مواليد 98 وحبيبة الصغيرة مواليد 2006.
دورهم عامة في مشوارك، وباباك ومامتك يعني على وجه الخصوص كانوا بيعارضوا فكرة انك انت تركز في الكورة؟ دايما بيبقى فيه الخناقة دي في بيت اي حد بيحب الكورة، لا ركز في دراستك وبعد كده الكورة تيجي بعدين. فكانت الخناقة دي موجودة، ودورهم ايه في مشوارك لحد دلوقتي؟ لا، ما كانتش موجودة خالص بصراحة، لان احنا عائلة كروية شوية، فانا من صغري في الدراسه انا كنت حاطط بصراحه كل تركيزي في الكوره، وحتى والدي كان مساعدني في الحته دي والدتي، فلا الخناقه دي ما كانتش موجوده عندنا، ودي كانت مساعداني، يعني مساعداني ان انا مركز في حاجه واحده. انا ما اعرفش اي حاجه في الدنيا غير الكوره لحد دلوقتي، يعني انا ماليش في اي حاجه غير الكوره، الملعب والبيت فبس. ده كان اليوم ليه تاثير ايجابي عليا، ان انا كان كل حاجه تركيزي كلها في الكوره بس. واهلي من اسباب الايجابيه، ان انا دايما بفكر بشكل كويس، دايما عقليتي مختلفه. فانا بشكر ربنا ان كرمني بوالد والده واخوات زي دي، لان فعلا انا بحس ان دايما عقليتي مختلفه عن ناس كتير، وده مساعدني هنا كتير جدا يعني. فالحمد لله يعني ربنا يخليهم ليا. طبعا انت يعني ما شاء الله داخل على 13 سنه في النادي الاهلي، فشايف ايه اللي ممكن بيميز النادي الاهلي وبيخليه ليه المكانه الكبيره دي عامه وسط الجمهور، وكمان العلاقه اللي بين اللعيبه؟ لعيبه النادي الاهلي بتبقى علاقه مختلفه غير اي لعيبه نادي تاني. هو بصي، مش سبب واحد، انت ممكن تقولي مليون سبب، مفيش حاجه معينه. ادارات، لعيبه، كل حد بيدخل المكان ده هو عارف السيستم بتاعه، بيخش بيشوف الناس ماشيه ازاي، بيمشي زيهم. اي حد بيخرج عن السياق ده بيبقى بره النادي، وكل العالم كله عارف النادي الاهلي ماشي ازاي. مش سبب واحد، هي منظومه كبيره جدا ماشيه، من اداره، لعيبه، عمال، جهاز اداري، اي حاجه، كوره، سله، كل حاجه بتنجح بسبب النظام. النادي هنا فيه نظام وسيستم كله ماشي عليه، اي حد بيخرج عن النظام بتاع النادي والمبادئ النادي بيبقى بره النادي، وده اللي منجح النادي الاهلي عن اي نادي في مصر واي نادي في الوطن العربي. نظام وسيستم معمولين كله بيمشي عليه من زمان لحد النهارده، وهيفضل مدى الحياه الاهلي ناجح بسبب الحاجات دي. شفت عامة يعني النادي الاهلي ما شاء الله السنة اللي فاتت يعني الحمد لله فرح جماهيره، سواء بدوري ابطال افريقيا، الكاس والدوري، وكمان التألق يعني في كاس العالم للاندية البرونزية. شايف الموضوع ده ازاي؟ موضوع كويس جدا، وفي ايدينا برضه لحد دلوقتي في بطولتين، في ايدينا ناخد 5 بطولات في موسم، وده يبقى حاجة تاريخ لكل اللعيبة. فان شاء الله ربنا يكملها على خير يعني، ودي حاجه كويسه، وجماهير الاهلي دايما دايما في ظهرنا، فدي دي هديه ليهم، اقل الهدايا ليهم ان هي البطولات دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحهم. هي ناس دايما بتساعدنا بدون مقابل، هم مولودين بيحبوا النادي الاهلي وانا واحد منهم، احنا اتولدنا بنحب النادي الاهلي، ما ولا بدون اي حاجه، احنا بنساند كل الناس، بتساند الفريق، فده اكيد اقل مقابل ليهم يعني. على المستوى الشخصي طيب يا كابتن احمد، يعني يمكن كان قبل انضمامك للفريق الاول حاجه وبعديها حاجه، يعني احمد نبيل كوكا استفاد ايه بعد الانضمام للفريق الاول؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك استفدت كتير جدا يعني. انت في الناشئين برضو بتخلي بالك من كل حاجه، لان انت محسوب من منظومه النادي الاهلي، لكن دلوقتي انت خلاص انت محسوب من منظومه الاهلي، لكن انت محسوب دلوقتي من منظومه الاهلي ومعروف الاثنين، انت كل الناس دلوقتي بدأت تعرفك، بدأت وانت ماشي في ناس عارفاك واكيد ناس مش عارفاك، لكن كل تصرف صغير او كبير هيتحسب عليك، لان انت بين منظومة جماهيرية كبيرة، اي تصرف غلط، اي تصرف في اي مشكلة تتعرض لخطورة وتتعرض لحاجات كتير، فاكيد لازم تركز في كل حاجة. وكان 19 سنة، لكن اكيد مش عايز اي حد يدي مبرر ان انا عندي 19 سنه فعادي نسامحه يغلط، لا انا مركز كويس قوي وعارف ايه اللي ليا وعارف ايه اللي عليا، فمش عايز اي مشاكل في حياتي يعني الحمد لله. ايه اللي اختلف بقى من وجهه نظرك في مركز الباك ليفت عامه في الكوره الحديثه عن يعني كوره زمان؟ حاجات كتير، وكل يوم كل يوم كل حاجه بتتطور، مش الكوره بس، فاكيد كل حاجه اتطورت. انت النهارده الباك ليفت يقدر بيتطلب منه يسجل اهداف، يتطلب منه يعمل اسيستات كتير، يتطلب منه ان ما فيش حاجه تعمل من ناحيته، كل حاجه ليه وظايف تكتيكيه كتير جدا، دفاعيه وهجوميه. ممكن زمان اكيد كانت مختلفه، اكيد انا ما كنتش موجود، لكن دلوقتي انا شايف ان كل مركز بيتطور يعني عن زمان يعني. طيب في تعليقات بتتقال عنك دايما انك انت ليك شخصيه
في الملعب، وكمان عندك ثبات انفعالي، ما بتتوترش سواء بتلعب في اي مركز، انت مش بتتوتر سواء بقى في زياده عدديه في ضغط، مش يعني دايما عندك ثبات انفعالي، ولعيب ليه شخصيه رغم ان انت صغير في السن بس ليه شخصيه. دي ده تعليق بصراحه يعني اغلب الناس بتقوله، وكمان الناس اللي غاويه كوره اللي بيطلعوا يحللوا على السوشيال ميديا قالوا التعليقين دول بالذات عليك، فعايز اعرف تعليقك. انا ببقى مبسوط جدا لما بشوف حاجه زي دي، لان كله في الاخر انا دي حاجه انا بحاول اسعى لها، ودي حاجه ساعدتني في الناشئين ان انا واحد من كباتن الفرقه. في الاول في الاخر انا تحت كنت بعامل كل اللعيبه باحترام وكل الناس بتحبني، فدي كانت حاجه مدياني شخصيه مختلفه عن كل الناس. بس لما اتصعدت هنا انا اتحطيت في امر ان انا اكون موجود وسن صغير، لكن في الاول في الاخر انا مستني 12 سنه بتعب وبشتغل، مش عشان اطلع اقول ان في ضغط وفي وفي وفي، لا انا خلاص بركز، مش مهم بقى، انا هعمل كل اللي عليا والباقي كله على ربنا. اي ضغط من عليا شلته، اللي هو قلت لنفسي كده قبل اول ماتش ليا، ياتي لمقتول، انا موجود هعمل كل اللي عليا، هشيل كل حاجه، هعمل كل اللي اقدر عليه، هشيل اي ضغط من عليا، واللي ربنا كاتبه هيكون. بس بلعب بنفس طريقه لعبي، بركز في اكيد فرق عن الناشئين عن هنا، بس لا سايب نفس الطريقه وبركز وبشيل اي ضغط من عليا، بتعامل مع كل اللعيبه باحترام، فده حاجه مساعداني يعني. بس طب كابتن كوكا، يعني بعد اللعب في المركزين بتفضل اني مركز فيه؟ انا اكيد بفضل مركز 6، انا بلعب 6 و8 في نص الملعب، وده مركزي الاساسي يعني، لكن انا في اي مركز اكيد هيطلب مني هعدي واعمل كل اللي عليا فيه. مين اقرب حد ليك في الاهلي عامه، في زمايلك في الفريق الاول ولا في الاثنين؟ في الناشئين مختلفه شويه، لان انا عشت كتير تحت مع ناس كتير عشره عمري، وتحت فعلا بيميزنا ان احنا، انا في الناشئين ما اقدرش اقول لك حد معين، لان فعلا لو قلت حد معين هظلم ناس كتير، لان تحت فعلا انا قريب من ناس كتير قوي يعني تحت. لكن في الفريق الاول عشان كمان هو قريب من سني جدا، اوفا شوبير، طبعا مصطفى شوبير هو مجنني يعني شويه ومش سايبني في حالي، بس يعني حبيبي. وطبعا كهربا وقفشه قريبين مني جدا برضه، لكن بحكم السن شوبير من اقرب الناس ليا يعني. قبل بقى ما نطلع للفقرة التانية، بتحلم بإيه مع السنة دي يعني مع الفريق؟ حققت الحمد لله كأس مصر ليا في أول سنة مع النادي، وإن شاء الله الأربع بطولات الجايين دول بإذن الله نحققهم يعني، وأحاول أعمل تاريخ من وأنا صغير بإذن الله لنفسي. فاصل ونرجع بقى نشوف كابتن أحمد نبيل كوكا بره الملعب، شخصيته والحاجات اللي بيحبها، أهله، كل حاجة بره الملعب. فاصل ونرجع على طول. كابتن احمد، بقى دلوقتي عايزين نعرف شويه كده جوانب بقى بره الملعب خالص، يعني الناس شافتك وقالت عليك ان انت راجل ومقاتل جوه الملعب، بس عايزين بقى نعرف شويه عن كوكا بره الملعب. عندك يعني اي مواهب تانية غير كره القدم؟ دايما بتبقى في حاجات مستخبيه كده. لا بصراحه مفيش. ما فيش، انا زي ما قلت لك انا ماليش مش في اي حاجه كمان، انا ماليش، لما حد ممكن يسالني عن اي حاجه بره الملعب ممكن يحسبني ما مش عايش في الدنيا، هو انا في الكوره بس. انا اتولدت من الملعب للبيت، من المعسكر للبيت، فما ما عشتش في حاجات كتير بصراحه، فما ماليش في اي حاجه غير الكوره يعني بصراحه، ما اكذبش خالص. ده بيبقى في مواهب في الفرق، في ناس بيبقى صوتها حلو، في ناس تقول شعر، ما فيش حاجه من الحاجات حلو دي خالص. دي ما مش موجوده. ما فيش اي حاجه، هو كره بس. ايه عامه الاسئله اللي انت ما بتحبش ترد عليها في حياتك؟ يعني لو حد جه سالك حاجه بتحس ان ده سؤال مش مناسب وان انت مش عايز ترد عليه؟ انا ما اكيد حاجات شخصيه يعني، اكيد لما حدش ما اكيد ما حدش هيحب حد يتدخل في خصوصيته، حياته، كوره، مش عارف ايه، دايما بيبقى واخدين عننا يعني. ممكن وانا صغير ببقى في الناشئين ممكن الناس تحسبني ملياردير، فالدنيا عاديه، ممكن الناس تهزر مش عارف ايه. حد سالك بتاخد كام قبل كده مثلا يا كابتن؟ السؤال ده دايما بيتسال لكل الناس في اي شغلانه بيشتغلوا فيها. اكيد اكيد اتسال يعني، واكيد ما حدش هيرد انا باخد كام، لان ده في الاول في الاخر ارزاق مقسمها ربنا سبحانه وتعالى، انت ربنا كاتب لك رزق. دي من الاسئله اللي انت ما تحبش تتسالها اكيد. اكيد يعني، لان في الاول في الاخر دي حاجه بينا وفي شغلنا وبيننا وبين اهلنا وبيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت مكتوب لك تاخد جنيه، غيرك مكتوب له ياخد 10،
ما لهاش علاقة، انت ترضى باللي مقسوم لك، واكيد ربنا ليه سبب من الاسباب دي، وكل واحد على قد اجتهاده على قد شغله ربنا بيكتب له اللي في النصيب. بس خلينا طيب، يعني رغم ان انت بتعشق الكورة ومش هتعرف تعمل حاجة غيرها، بس خلينا كده يعني نفترض لو كوكا ما كانش لعيب كورة، يعني كان ممكن يفكر ان هو يطلع ايه مثلا؟ يعني اكيد في حاجة ممكن تيجي على بالك غير لعيب الكورة. مش عارف بصراحة، ممكن عشان بحب والدي بقى اطلع مقاول، اطلع نفس شغلانته بقى بصراحة، لان انا مش عارف اي حاجة في حاجة تاني بصراحة. بس طب من ساعة لما بدأت تلعب كورة عامة في الشارع، أنا عارفة عايزاك الأول تحكي لي بقى أنت بدأت إزاي. أنا سمعت إن أنت كنت بتلعب في الشارع مع صحابك في البساتين وكده. أكيد أي حد، ما فيش حد بدأ في نادي معين، دايما أي حد بيبدأ طفولته بيلعب كرة مع صحابه في الشارع، بعدين بقى أهله بقى بيبقى اللي هو بيبدأوا يلموه شوية كده، يودوا أكاديمية، يودوا مش عارف إيه. فأنا بدأت كرة في الشارع، وبعدين بدأت كنت بلعب في مركز شباب البساتين. طب وانت بتلعب في الشارع يا كابتن كان برضو نفس المركز؟ كنت تحب برضو تلعب في نفس المركز؟ احنا في الشارع بنلعب اي حاجه، احنا طوبتين وكره وبنتكل على الله، يعني بنلعب اي حاجه وخلاص. لكن انا من صغري كنت، انا وانا صغير كنت بلعب طرف شمال طرف يمين، كانش لا اي حاجه لها علاقه بالدفاع. جت سنه من السنين لعبت نص ملعب، فعديت فيه بشكل كويس جدا وثبت فيه يعني. بس مودك بقى عامة في الفن والأغاني، يعني مثلا لما تحب تدخل سينما ممكن تدخل أفلام إنجليش ولا عربي ولا كوميدي مثلا تراجيدي كده، عايز أعرف ذوقك في الحاجات دي. أنا بالنسبة للأغاني ولا بالنسبة للأفلام؟ نبدأ الأول في الأفلام. في الأفلام عادي، ما فيش حاجة معينة بصراحة، اللي هو بيبقى الحاجة الترندي دي أنا بحب أتفرج عليها، لكن ما فيش حاجة معينة. يعني الفيلم اللي بحس ان هو مسمع او حاجه ممكن اتفرج عليه، مسلسل كذا يعني، لكن ما فيش حاجه معينه. اكتر اغنيه بتحبها بقى ايه؟ بحب المهرجانات عامه، اي حد بيغني مهرجانات انا بسمعه. استحاله طبعا تغني لنا حاجه دلوقتي. ها لا مستحيل كده عامه، الحلقه هي مش محتاجه موهبه دي خالص. ما هي مش مات، هو كله بيغني بس بلاش انا يعني. صوتك وحش للدرجه؟ بلاش. معترف؟ بلاش. متأكد؟ بلاش صدقني والله. خليها ماشية كويس كده. طيب كده حلو. مين أكتر حد بتحب تاخد نصيحته في الحاجات الشخصية جدا، يعني بعيدا بقى عن الكورة، دايما بيبقى عندنا حاجات في حياتنا بنحب ناخد فيها رأي ناس معينة حتى لو مش أهلنا؟ لا أنا بيتهيألي أهلي في كل حاجة، لأن أنا والدي ووالدتي وإخواتي هم دايما أكتر ناس جنبي وأكتر ناس أنا متعلق بيهم، فهم اهلي اكتر ناس انا باخد منهم كل النصايح، وهم اكتر ناس قريبه مني وعارفين كل اسراري، فاكيد هم اكتر ناس بيقدروا يقفوا جنبي وبيقدروا ينصحوني. وبالذات يعني انا والدي حياته قريبه من حياتي بالظبط، اي حاجه بتحصل له وهو صغير كانت بتحصل لي، لان هو دايما بيحكي لي وهو صغير كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، بالنسبه لكل حاجه، حياته، بيته، فلوسه، كل حاجه. كان دايما بيحكي لي، كان مثلا مع جنيه كان نفسه يبقى معاه 10، دايما بيقول لي اول ما بوصل ل10 بجدد طموحي تاني. فانا والدي دايما بيقف معايا بالذات في الحاجات دي لان هو قريب مني جدا. يمكن انت واخد شخصيته شويه برضه يا كابتن كوكا، يعني كل الناس بتتكلم على ان انت يمكن كلامك وادائك عامه في الحياه وفي الكلام يمكن اكبر من سنك شويه، ممكن تكون متاثر بشخصيه بالزبط والدك شويه. اللي حواليك اكيد بيبقى ليهم سبب كبير جدا من شخصيتك انت. اكيد انا الحمد لله ربنا كرمني واتولدت بين عيله كويسه جدا قريبة من ربنا، أثروا علي أكيد والدي والدتي في الحاجات دي، فأكيد أنا متأثر بالموضوع ده، فأنا فعلا بحمد ربنا يعني. طبعا أنت عارف أي حد بيبقى أندر سبوت كده، لعيب كورة، فنان، بيبقى ليه معجبات، فعايزة أعرف إيه أغرب موقف قابلك خاصة بعد بقى يعني ما تصعدت الفريق الأول؟ انا مش عايز اتكلم صراحه في الحاجات دي، بس انا اكيد كل حد ليه كده، بس انا لسه بادئ يعني، مش قوي، ما فيش الكلام ده حصل معايا قوي، لكن انا بصراحه بعيد عن الحاجات دي يعني، مش بركز معاها خالص يعني، حته البنات دي والكلام ده انا بصراحه مش بحب الحاجات دي، مش بحب الحاجات دي خالص يعني بصراحه.
طيب عامه لعيبه الكوره بيحبوا ان هم يلتزموا في بدايه حياتهم ويكونوا بيت واسره، في اللي بيحب كده وفي ان هو يحب يركز الاول في يعني مشواره الاول الكروي وبعد كده يبتدي بقى يفتح بيت، انت من انهي نوع فيهم؟ لان دايما بنلاقي ناس مثلا من لعيبه الكوره متجوزين عندهم 19 سنه، في ناس تانية ممكن يتاخروا شويه، انت انهي نوعيه فيهم؟ لا انا ممكن اكون مش ما بين الاثنين، مش اكيد مش اتجوز بدري قوي ولا اكون اسره من بدري قوي، واكيد مش متاخر قوي. هو كل واحد بيبقى ربنا كاتب له ميعاد معين ربنا بيرزقه بيه بحد. فبس انا الفتره دي مركز قوي في الكوره، مش مركز في اي حاجه من الكلام ده، مستني ربنا يكرمني، واكيد اول ما ربنا يكون كاتب ان انا اكون اتجوز او اي حاجه اكيد ده هيحصل يعني. بس ما اظنش ان دلوقتي خالص يعني مركز في الكوره وبس. عامه لو جالك عرض بره الاهلي بفلوس كتيره جدا وحد من اهلك بتقول ان هم قريبين منك قوي، اثر عليك وشايف انه مستقبلك يعني بره النادي الاهلي مع العرض اللي هو جاي لك ده وفضل يضغط عليك ان انت تقبل ده، هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ اول حاجه انا عيلتي كلها اهلاويه، فحته ان حد هيأثر عليا دي ما اظنش ان ده هتحصل، وده لو حصل ما اظنش ان برضه ده هيحصل مني، لان انا في الاول وفي الاخر انا متربي هنا، وفي الاول وفي الاخر انا عمري ما انكر جميل حد عليا ولا خير حد عليا، والنادي الاهلي خيره عليا، خيره كبير عليا وجمايله كتير عليا، وده اللي مخليني قاعد مع حضرتك دلوقتي، وده اللي مخليني ابقى ماشي وانا عندي 19 سنه الناس بتوقف تتصور معايا. فانا عمري ما انكر الجميل ده، انا باخد شهره وباخد بطولات، واكيد انا مش بنلعب ببلاش، اكيد كل الناس بتاخد فلوس، فمش كل حاجه الفلوس. انت ممكن انا عندي بالنسبه لي انا دايما بقول بالنسبه لي ان حد صغير او راجل كبير واقفني يتصور معايا دي عندي بملايين الدنيا، فدي بالنسبه لي يعني الفلوس بتبقى اخر حاجه، انا متعود على كده بصراحه في بيتي كمان يعني في اسرتي انا متعود على كده. يمكن السنة اللي فاتت والسنة دي ظروفها مختلفة شوية، فيروس كورونا وإصابة يعني لعيبة كتير، وطبعا أكيد فيهم ناس من صحابك ومؤخرا يعني كان أوفا شوبير، الموضوع ده أثر عليك إزاي؟ فكرة إن كورونا مأثرة على النشاط الكروي عامة وكمان في ناس من صحابك اتصابوا؟ أكيد الكرة جت فترة وقفت بتاع 6 شهور، وكمان الجيمات الملاعب كل حاجة اتقفلت، واكيد انا بقى ما كنتش بعمل اي حاجه، انا حياتي دايما في الطبيعه ان انا اجي النادي من النادي للبيت، النادي اتقفل والجيم اتقفل، ما بقى ليش غير الجراج بتاع بيتنا اللي كنت بتمرن فيه. فبس ربنا يعني يعافينا ويبعد عننا البلاء ده يعني والوباء ده، فده عشان انا اكتر واحد مريت بالحاجات دي، مش كورونا لا، لكن في المنتخب احنا كنا بتاع البعثة مثلا 30 حد جهاز ولعيبة اتصاب، كنا احنا 25 ولا 23 لعيبة على ما اظن، اتصاب 18 واحد منهم ناس كانت معايا في الأوضة، فأكيد الموضوع صعب يعني، فربنا يعدي على خير يعني إن شاء الله. إن شاء الله. فاصل ونرجع نكمل مع كابتن أحمد نبيل كوك. لسه مكملين حلقتنا الخاصة جدا مع كابتن أحمد نبيل كوكا، طبعا النجم الصاعد في النادي الأهلي. دلوقتي بقى هنسألك شوية أسئلة كده بس لازم تجاوب عليها بصراحة. ماشي. يعني ما فيهاش بقى، ها؟ أنا صريح. أنت وضميرك. أنا صريح. لا أنا صريح. ماشي. يلا. أكتر موقف اتعصبت فيه وعملت فيه موقف رجعت ندمت إنك أنت عملت كده، يعني مثلا اتعصبت على حد وندمت أو كسرت حاجة، ضايقت حد بكلام قاسي كده يعني؟ لا هو مش حاجات معينة، لكن في الأول وفي الآخر أكيد بيحصل حاجة في البيت بتتعصب مش عارف إيه، فأنا أكتر حاجة بتضايقني إن أنا ممكن يحصل حاجة فأتعصب في البيت، أهلي والدي والدتي إخواتي، فدي أكتر حاجة ممكن أندم عليها يعني. فأكيد بس بيبقى كلنا دايما بيبقى غصب عننا، فأكيد يعني دي أكتر حاجة بندم عليها إن أنا ممكن أزعل حد عندي في البيت، أهلي يعني من أهلي. ممكن تتعصب وانت سايق لدرجة انك انت ممكن مثلا تنزل تتخانق او تشتم حد ما تشوفش قدامك بقى خلاص، ولا لا لا اتعصب لكن ما انزلش يعني اشتم حد ولا اتخانق يعني، بس اكيد اي حد بيسوق هنا بيتعصب، بس مش لدرجة ان انا انزل اتخانق او اشتم حد يعني، لان كلنا بنغلط. فبس ممكن لعيب بيخرجك عن شعورك؟ ما اظنش، لان انا ببقى في الملعب ببقى رخم شوية يعني بصراحة، اي حد بيحاول يطلعني بره مودي ان انا موجود في الملعب ومركز مش بديله فرصه لده.
بعد ما انضميت للفريق الاول يمكن طبعا الثقه بتزيد، ويعني بتتخيل انه ممكن اكيد طبعا يكون الخبره كمان بتزيد. ممكن ترفض انك انت حد من زمايلك مثلا او حد اصغر منك يجي يقول لك نصيحه في الكوره، يقول لك مثلا كوكا انت النهارده ما كنتش احسن حاجه، او النهارده الاداء ما كانش احسن حاجه، ولا بالنسبه لك ده يعني مش مقبول ما دام انت يعني تقدمت خطوه؟ لا لا لا، مستحيل مستحيل. من لو واحد اصغر مني بعشر سنين، انا ممكن في اطفال في الشارع لو حد من عندي المنطقه ممكن اقف له، بقف ويقول اللي هو عايزه. لكن في الاول وفي الاخر كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره يعني، ولازم تتقبل ده ولازم تسمع لكل الناس. ما فيش حد هيجي يقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما يكونش بيتمنى لك الخير، وفي الاول وفي الاخر واقف عشان بينصحك وعايزك تبقى كويس. فمستحيل لو انا ايه يعني، ما اكيد بسمع كل الناس. تحب اكل البيت اكتر ولا اكل بره؟ ده اكل البيت طبعا. اكل البيت؟ بس انا بحب الاكل الصحي شويه يعني، فده انا مظبطه مع والدتي، فانا بحب الاكل البيت جدا لانه هو دايما بيبقى اكل صحي، وده اكل اللي بيساعدني في شغلي يعني، فبحب اكل البيت. طيب انت عامه شخصيه بتحب ان انت تكون في البيت طول الوقت لما ما يكونش عندك تمرين او ما يكونش مسافر مثلا مع الفريق، ولا بتحب انك انت تنزل وتتفسح مع صحابك؟ هو انا لو ما عنديش تمرين اكيد بنزل، لكن لان انا دايما بيعتبر كل ايام الاسبوع انا بيبقى عندي تمرين، فدايما بيبقى من النادي للبيت، فقليل قوي لما باخد اجازه، فاكيد ببقى محتاج وقت ان انا اخرج واغير المود بتاع الشغل والكوره والتمرين، فاكيد مع اي اجازه اكيد بنزل يعني، بغير جو يعني. بتشارك عامه في اي حاجه في البيت؟ يعني ممكن مثلا توضب مع مامتك؟ اكيد بساعد والدتي في اي حاجه بتطلبها يعني، اي حاجه ممكن تطلبها اكيد ممكن اساعدها فيها، بس لان خيرها علينا يعني، وهي اللي مربيانا و19 سنه بتتعب معايا، فاكيد اي طلب بتطلبه مني لازم يتعمل في وقتها. علاقتك بقى بالدراسه عامه، عايز اعرف انت بتدرس ايه دلوقتي؟ احنا كنا بنتكلم كده فيعني انت قلت لي الدراسه بالنسبه لك كوره اهم بكتير منها، فعايز اعرف بقى انت اصلا يعني غير كمان انك انت ممكن تكون مهتم بالكوره اكتر، نطيت بقى من سور المدرسه قبل كده؟ لا بصراحة أنا مش بروح المدرسة عشان أنط من على السور يعني، فأنا مش مركزتش في الدراسة بصراحة من صغري، وأنا مدي كل اهتماماتي بالكورة، أنا مولود بحب الكورة، فمن صغري كل اهتماماتي يعني في الكورة بس. علاقتك إيه بالسوشيال ميديا؟ عادي زي أي حد، بفتح فيسبوك وإنستجرام، لكن الفترة الأخيرة دي يعني. نسبة بقى ثانية واحدة كده، نسبة موضوع الفيسبوك والإنستجرام ده، عشان كنت محضرة الموبايل عايزة أوريك أكاونت في حد بيدخل يكتب على البيجز كلها بتاعة النادي الأهلي، اسمه أحمد نبيل كوكا، أول ما أي بوست ينزل كل الدعم يا أهلاوية، أرجوك كل الدعم يا أهلاوية. فده أكيد مش أنت صح؟ لأن ناس كتيرة سألت وبيدخلوا يردوا عليك وأنت بترد عليهم. أنا حاليا ما عنديش غير أكاونت فيسبوك وحيد، أكيد في ناس عارفاه وأكيد لأ، انستجرامي مسروق وما عنديش أي صفحة على فيسبوك، ففي أكاونتات كتير فيك الفترة الأخيرة دي بسبب إن أنا ظهرت يعني الحمد لله. لكن بس يعني اتمنى الناس كلها تكون مقدره الحته دي يعني، وتتاكد من ان انا ده ولا لا. الفوبيا اللي عندك فوبيا من ايه؟ بتخاف من ايه؟ ما في ناس بتخاف من الكلاب، في ناس بتخاف من الضلمه، في ناس بتخاف من المرتفعات، ايه اكتر حاجه بتخاف منها في حياتك؟ انا ممكن اخاف من الاماكن العاليه قوي، بس قوي يعني اماكن عاليه قوي، ممكن اخاف من دي، الحاجه الوحيده اللي ممكن اكون خايف منها يعني. لكن ما جربتش مغامرات كتير عشان اخاف من حاجه، فاهمه؟ اللي هو انا حياتي كلها في. قلت هتجاوب بصراحه يا كابتن، وانت قلت انك انت بتخاف من الكلاب على فكره، كلاب الشارع. لا ما كلاب الشارع كده مش صح، احنا اتفقنا تجاوب بصراحه. انا بقول لك على اكتر حاجه، انما كلاب الشارع دي ساعات، لكن انا بحب الكلاب، انا اصلا بحب الكلاب العاديه، لكن في كلاب شارع بترخم علينا شويه يعني، فاكيد بخاف منها مش هقف لها يعني. عشان بتجري؟ اجري بقى، اجريهم معايا شويه. بتشجع مين، ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد، احب ريال مدريد. بالنسبه لك الدوري ولا بطوله افريقيا في مصر؟ بطوله افريقيا. طيب انت عامه بترتاح اكتر للبس ايه؟ بتحب انك انت طول الوقت تلبس سبورتس ولا كلاسيك، ولا عامه على حسب المناسبه؟ اكيد حسب المناسبه، انا كل واحد بيبقى حسب المناسبه بيلبس ايه، محدش هيبقى رايح مثلا فرح ويلبس لبس رياضي بس على حسب المناسبه، لكن كل معظم مناسباتنا يعني بتبقى حاجات كرويه، ف
بنلبس لبس رياضي يعني في المعظم، يعني عكس مثلا لو في برنامج في فرح مش عارف ايه، لكن في حتى الحياة الطبيعية احنا بنحب نلبس اللبس الرياضي يعني. بصراحة اللعب مع الأهلي جوه مصر ولا الاحتراف؟ انا حاليا طبعا جوه النادي الاهلي حاليا، انا محتاج اعمل تاريخ لنفسي، انا لسه 19 سنه لسه ما عملتش اي حاجه اصلا في النادي الاهلي عشان احترف، فانا مركز دلوقتي مع النادي الاهلي وبس، لكن في مع الوقت الجاي اللي ربنا كاتبه اكيد هيكون يعني، لكن في الاخر انا بحب النادي الاهلي وان شاء الله افضل فيه يعني باذن الله. طيب في نهاية حلقتنا في ناس كتيرة يا كابتن بيعلقوا عليك وحبوك جدا وحطوا عليك مسؤولية من جمهور النادي الأهلي، وانت عارف يعني ايه جمهور النادي الأهلي يحب لعيب خاصة لما يكون في البدايات، فانت الحمد لله اتحطيت في الوضع ده دلوقتي، بس في ناس كتيرة خايفين بيقولوا احنا خايفين ان كابتن كوكا يتغر، اكيد انت شفت الكومنتس دي. خايفين ايه؟ كابتن كوكا يتغر. تقول لهم ايه بقى رسالة عامة لجمهور النادي الأهلي؟ اقول لهم ان دي حاجه شبه مستحيل يعني، لان بصراحه انا دايما حلم حياتي في وقت كده دايما قبل النوم اللي هو كل واحد بيقعد نص ساعه بيفكر في كل حاجه، ببقى دايما بحط نفسي ان انا عايز ايه، محتاج ايه، دايما بحس لقيت دايما نفسي بحس ان انا نفسي الناس كلها تتصور معايا، نفسي الناس كلها تكون حباني، فما اظنش ان دي حاجه ممكن تحصل ان انا اتغير من حد او اتغير على اي حد، مستحيلة يعني. شكرا جدا يا كابتن، ويعني يا رب تكون اتبسطت معانا. مبسوط جدا ان مع حضرتك النهارده، مبسوط جدا ان انا في بيتي قناة النادي الاهلي، وكمان مبسوط ان احنا بنصور في الملعب التاريخي ده ملعب التتش، وربنا يكرمنا ان شاء الله في الفترة الجاية ونسعد جمهور الاهلي باذن الله ونكون عند حسن ظنه. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة مع كابتن النادي الأهلي الصاعد كابتن أحمد نبيل كوكا، اللي طبعا يعني شفناه النهاردة بشكل مختلف، يمكن طلعنا معاه بأسرار كتير عن حياته وبره الملعب. بشكركم جدا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة.